لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. في خبر مفاجئ، قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميدة يوم الجمعة استقالته من الحكومة. وفي مراسلة وجهها إلى رئيس حكومة سعد الدين العثماني، اعتبر الرميدة أن سبب استقالته يعود إلى حالته الصحية وعدم قدرته على الاستمرار في تحمل المسؤوليات المنوطة بها. وقال الرميدة في نص الاستقالة: نظرا لحالتي الصحية وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإنني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة راجيا رفعها إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه. نشكركم على حسن المتابعة.